للأمة العربية والشعوب العربية كذلك. لم نكن نتخيل يوما ما أن يكون شقيق لنا في دولة ما نظام سياسي يعمل لضربك وإسقاطك والتآمر لاغتيالك. يعني مفاهيم مجرمين وليست مفاهيم لا دولة ولا إذا مفاهيم مجرمين. مجرمين. إذن مش نظام ولا مش حكام. مش سياسة مش 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 عروبة ولا علاقات أشقاء. نعم تربطنا بالشعب القطري علاقات مهمة جدا. لا نتحدث عن الشعوب ولكن عادة. ولكن عن النظام. نعم ولكن النظام صدر قراره وهو مصادر من خلال عقليات تآمرية أرادت بالجسد العربي القتل. مين فاسد؟ مين اللي بيحكم؟ مين اللي ملهوش العقل؟ مين اللي مسيطر على النظام؟ لما حد بتقول لي نظام بالمعنى ده مين اللي بيدير؟ نعم الكواليس تحكم نظام قطر. قطر عبارة من خلال الشيخ تميم أو من خلال نظام الحمدين. هذه صور نهائية للنظام المراهق السياسي داخل قطر. مصادر النظام القرار السياسي في قطر مصادر من قبل جماعات إرهابية وأفراد إرهابيين مطرودين من بلادهم مطلوبين للعدالة في دولهم. استضافوا من على شاكلتهم المنبوذين في الشعوب العربية اجتمعوا على جزيرة أو شبه جزيرة أو جزء من جزيرة تدعى سلوى في الخليج العربي. هناك نجد اسمها سلوى. خلاص سمتوها سلوى؟ هي سمتوا قطر سلوى؟ ليست قطر. قطر لما كانت شبه جزيرة. الآن في جزء قرار اسمها سلوى خلاص. هي أصبحت جزيرة بعد القناة الجديدة. بعد القناة الجديدة أصبحت جزيرة. ولكن لنا أراضي سعودية فيها. فإذا هي لن تكون قطر لوحدها. فلذلك تسمى جزيرة سلوى والتي جزء منها دولة قطر. لا تاني يا فندم. إيه لكم أراضي فين؟ احنا القناة الجديدة على الضفتين اراضي السعودية. ايوه تمام. لانها ستحفر داخل الاراضي عند السعودية عند منفذ سلوى البري. المنطقة اسمها سلوى. المنطقة اسمها سلوى. المنفذ مسمى على المنطقة. على المنطقة. لكن لما انت تعبر القناة تعبرها من ارض السعودية الى ارض السعودية. الارض السعودية طبعا. ومن ثم تدخل الى قطر. هتحفر في الاراضي السعودية طبعا. طبعا. فانت وهتعبر على الاراضي السعودية. نعم. وتنزل في الاراضي السعودية. من ثم حدود بينك وبين قطر. فمعناها الجزيرة لنا جزء فيها السعودية. لذلك تسمى جزيرة سلوى والتي جزء منها دولة قطر. نعم. فكانت شبه جزيرة. أصبحت جزيرة والآن جزء من جزيرة. جزء من جزيرة. نعم. ما بقتش موجودة يعني. قررتوا أنكم ترموها في الخليج. تركنوها على جنب كده. التاريخ لا يرحم الجغرافيا. الإيه؟ التاريخ لا يرحم الجغرافيا. لا يرحم الجغرافيا. لا يعني أصل اللي فكر لما اتكلمنا على الموضوع ده من اسبوعين كده قلت اللي فكر الفكره دي عبقري. اللي عمل الفكره ان احنا نعمل قناه في المكان ده بالذات. وطبعا من حقك تعمل زي ما انت شايف يعني ارضك وسهله وهتخلص بسرعه في خلال سنه زي قناه السويس عندنا خلصناها في خلال سنه. فانتم مقررين انه القناه دي تتم. خلاص بدأ العمل فيها. تسليم الموقع إلى الحرس الحدود الآن. الجوازات والجمارك سلمتها إلى حرس الحدود. لكن خليني أعود بالأسباب الرئيسية لفكرة القناة. فكرة أصلاً عجباني الفكرة. أيوة فكرة القناة كانت أصلاً من رؤية 2030. أيوة. ولما كانت التهديدات الإيرانية للمعابر الدولية في الخليج العربي من خلال مضيق هرمز. قدامنا يا دكتورة هي قناة وسلوى وزي ما حضرتك عايز يا فندم. نعم. فالمعابر الدولية في الخليج العربي مهددة دائما من النظام الملالي في إيران. ففكرت السعودية والإمارات أن توجد حلول للمعابر الدولية. فالسعودية ستحفر قناة سلوى لتجاوز المعبر الدولي من خلال الأراضي السعودية فيصبح معبر دولي محمي تماما وبعيد عن المخاطر التي تهدد فيها نظام الملالي في إيران. كذلك الإمارات الآن بدأت انتهت من التصاميم لقناة ستتجاوز فيها قناة هرمز أو مضيق هرمز. مضيق هرمز ستكون داخل الأراضي الإماراتية. من بحر العرب إلى الخليج العربي دايركت. فهنا نحن الإمارات كمان بتعمل قناة. نعم نعم. وهذه لصيانة الأمن القومي العربي وهذه لتجاوز الاحتكاكات الغير مبررة والدائمة. على فكرة شيء معلن وشيء غير معلن.
هناك تجاوزات من النظام الملالي في إيران كمجرمين على المعابر الدولية، ولعلنا نسمحها من وقت لآخر. فكانت فكرة القناة هي فكرة اقتصادية بالدرجة الأولى، أمنية سياسية بالدرجة الثانية، ووافقت بأنه لا بد أن تضع بينك وبين الشقيق المتآمر مثل غزوة الخندق عندما الرسول صلى الله عليه وسلم حفر الخندق بينه في معركة الأحزاب. فالخندق هو حل كذلك عسكري لوضع حدود بينك وبين المتآمرين. اللي هيكون بينك وبين قطر، بينكو في أراضيكو، نعم، أراضي المملكة العربية السعودية، نعم. القناة ايه الجزء اللي هو باقي؟ انت بتحفر في مسافة مثلا 2 كيلو ولا 3 كيلو مثلا؟ نعم، دخل من 1 كيلو الى 5 كيلو هذه ستكون منطقة عسكرية كلها. نعم، منطقة عسكرية على طول الحدود بين السعودية وقطر، كذلك هي ستكون مدفن على المواصفات الدولية لبقايا المفاعل النووي التي تعزم التي ستقوم المملكة العربية السعودية بإنشائه، سيكون هو مدفن للنفايات النووية. ثانية واحدة، ثانية واحدة، نعم، انتوا هتحولوا المنطقة دي كمان لمدفن؟ صحيح صحيح، مدفن النفايات، نعم، بتاعت محطات الكهرباء اللي هتعملوها؟ صحيح، أكيد أكيد، نعم، هذا أعلن. بغض النظر انه أعلن، حاجة بتقولي هذا الكلام على الهوى، انه كمان المنطقة دي هتعملوها هي قاعدة عسكرية ومدفن للمخلفات النووية. طب المخلفات النووية دي هترموها في قطر ولا هتسيبوها؟ نعم، هترموا المخلفات دي في قطر؟ لا، ليست في قطر، هي في الأراضي السعودية. في الأرض السعودية، ما أنا عارف، بس على حدود قطر يعني. هي أرض سعودية. أنا عارف والله، وأنا بأيد، أنا ما عنديش مشكلة، أنا بس عايز أستوعب الأفكار اللطيفة الظريفة دي. هي الأرض يعني وجدت المملكة العربية السعودية فيها مواصفات عالمية ودولية لتكون مدفن للنفايات النووية حسب المواصفات والاشتراطات العالمية بحيث لا تضر لا بالدول. فده أحسن مكان، نعم، على الحدود مع قطر، نعم، مكان للنفايات. نعم، طب فيه نفايات تانية غير النووية والبتاع؟ يكفي النفايات الموجودة الآن في والتي تبثها علينا قطر من وقت لآخر، كلها النفايات بتاعتهم، نفايات للأسف. دكتور، أنا بحييك.